أهلا وسهلا، السلام عليكم. العالم كله كيجتاح اليوم هاد الجائحة ديال كورونا كوفيد 19. طبعا لا سابق، ماشي الجائحة، سبقوا جائحات كثيرة جدا، ولكن لا سابق لشروط وظروف وسياق اللي كتجي فيها جائحة عالمية بهذا الشكل اليوم. كل نعمة من موراها نقمة بالطبع. تعدد وسائل التنقل والاتصال على مستويات متعددة جدا هو اللي عطى هذا الطابع الاستثنائي والخاص والمتميز واللي ما عنده حتى سابقة لهذه الجائحة اليوم ديال الكوفيد 19. فمن جهة، أولا أن هذه ديمقراطية الخبر والسعادة اللي غمرت الإنسانية بالانتقال السريع للمعلومة واللوعي والمعرفة بصفة عامة تسببت هي نفسها النت، وداك الشيء علاش قلنا وراء كل نعمة نقمة، في هذا التنقل السريع لهذا الفيروس والفيروسات أخرين طبعا. ولكن رب ضارة نافعة. أجي نكونوا متفائلين واجي نكونوا مزيانين وإيجابيين ونفكروا في الجوانب الإيجابية. أنا أول فكرة طاحت لي وراء بارتاجيتها، يعني تقاسمتها في تويتر وفي إنستغرام في مقالات أخرى على منابر أخرى، هي أن من سخرية القدر هو أن هذا الكائن غير المرئي إلا تحت المجهر العلمي استطاع يحقق اللي ما حققتوش الدول العظمى على مدار سنوات طويلة ومؤتمرات متعددة ومصاريف باهظة جدا باش تواجه ما يسمى بالتغيرات المناخية، واللي هي كتهدد ماشي غير بقتل مئات الآلاف من البشر، بل بربما بتعريض كوكب الأرض نفسه للخطر. في هذه الظرفية هذه البسيطة ديال بضع أسابيع اللي انتشرت فيها هذه الجائحة، الدراسات الأولية العلمية كتقول بأن النسبة ديال انخفاض الغازات السامة وثاني أكسيد الكربون وكل الملوثات الأخرى في العالم وصلت لواحد المستوى ما كانش الإنسان كيحلم به، حتى ولو أن الاتفاقيات ديال الكوب 20 21 22 23 تنفذت بكاملها. فيروس ما ضربش غير الحياة ديال بزاف الناس الله يرحمهم، بل ضرب الأنانيات والجشع ديال الرأسمالية المتوحشة وديال النيوليبرالية اللي لا تعرف شيئا غير الربح وغير تضخيم ومراكمة الأرباح والإمساك بزمام السيطرة والسلطة، وشكون اللي غادي يسيطر أكثر وشكون اللي غادي يحكم أكثر، وبقوة الحديد والنار واستغلال بشع حتى المكتسبات ديال القيم في الديمقراطيات والحريات الفردية. هذا جانب أول، هذه فكرة أولى في هذا الفيديو، نهضروا في الفكرة الثانية لاحقا إن شاء الله. تبقوا على خير، بقوا في ديوركم، تهلاو في بعضكم، كلوا صحيا، الرياضة الرياضة الرياضة، وطبعا قوة الإيمان قوة الإرادة، اللي غيدير شي خير اللي يقولوش ما يقولو حتى الواحد، يدير الخير في صمت. تبقوا على خير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.